أهلا بكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى وقت قريب كانت صاحبة الجلالة الصحافة تتربع المشهد في اليمن وحتى في مختلف الدول الأخرى، وتخشاها السلطة وتعمل ألف حساب للمشتغلين في الصحافة والإعلام لما تمثله من سلطة رابعة مهابة، وباعتبارها ممثلا لضمير الناس ومرآة للواقع المعاش. والإعلام كان وما يزال هو السلاح الأقوى في الحرب والسلم، حتى أن الصحفيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني كونهم مدنيين، والهجوم ضدهم قد يرتقي لجرائم حرب، والمسؤولين عن الانتهاكات ضدهم يجب تقديمهم للعدالة. وفي ظل حالة الاستقرار الذي شهدته اليمن إلى ما قبل إسقاط النظام والانقلاب عليه، حظيت حرية الصحافة والإعلام عموما بهامش كبير من التعبير عن الرأي والرأي الآخر، واحترام حقوق الصحفيين بما فيها المادية والمعنوية. وعزز ذلك الحق صدور قانون الصحافة عام 90 إبان تحقيق إعادة الوحدة اليمنية من القرن الماضي، بما يكفل تنظيم الحقوق والواجبات للصحفيين. التجربة اليمنية في هذا المجال كانت إلى حد كبير جديرة بالاحترام، وبشهادة مشتغلين في الصحافة المعارضة أو تلك التابعة للحكومة اليمنية، وأيضا من اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحافة ومنظمات إنسانية وحقوقية. إن حرية التعبير في اليمن اليوم تمر بأسوأ مراحلها، ويعيش الصحفيون في حالة رعب وقمع وانتهاكات غير مسبوقة، في وقت كنا نفاخر بما لدينا من تجربة وسقف من الحرية وقانون ودستور يحمي الجميع، إلى مواجهة مباشرة مع البندقية والرصاص وإغلاق ومصادرة لمؤسسات إعلامية ومواقع إلكترونية، وانتهاكات لا حدود لها للصحافة والصحفيين اليمنيين. واقع مرير ومأساوي كنتيجة طبيعية في ظل انعدام الدولة والانقلاب عليها، حتى وصل الحال إلى اعتبار اليمن منطقة غير آمنة للعمل الصحفي، وكأحد أسوأ البلدان بالنسبة للصحفيين وفقا لتقارير عن وضع الصحفيين اليمنيين الصادرة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار مايو من كل عام. ولكم أن تتخيلوا كيف هو الوضع اليوم من بلد كان محل تقدير وإشادة بتجربتنا المهنية وحرية الصحافة، إلى أسوأ البلدان وغير الآمنة بالنسبة للعمل الصحفي والإعلامي. هذا هو المشهد اليوم في اليمن. ترى كيف يرى كبار الصحفيين وأصحاب التجربة والريادة للصحافة اليمنية بين زمنين؟ وما مدى تأثيرات الأزمة اليمنية على واقع الصحافة والصحفيين اليوم؟ وكيف يمكن تجاوز مأساة الصحافة والصحفيين والإعلام عموما في مثل هذه الظروف؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على الأستاذ ناجي الحرازي، أحد رواد الصحافة اليمنية وصاحب التجربة الطويلة في عالم الصحافة والإعلام، فأهلا به وبكم في فضاء الحقيقة. أهلا بك أستاذ ناجي، قامة وقيمة في برنامج بالتفصيل وعلى قناة اليمن اليوم. شكرا جزيلا أستاذ أنور. أنا أعتبر نفسي تلميذ في بلاط صاحبة الجلالة السلطة الرابعة، وأزعم أني عاصرت مراحل من تطور الصحافة اليمنية من أواخر السبعينات الثمانينات التسعينات إلى القرن اللي دخلنا فيه قبل 22 سنة. فالحقيقة يعني كانت تجربة بعضها سعيد وبعضها للأسف مزعج، ولذلك أنا واحد من الناس اللي دفعتني الظروف أنه أغادر البلاد وأشق طريقي في وسائل إعلامية في الخارج. جميل. طيب، تجاوز الظالمون المدى، الصحافة والصحفيين التي كنت أحد روادها في اليمن كيف هي اليوم بين زمنين؟ بين زمنين طبعا البداية ما في شك أنه البداية كانت متواضعة جدا قبل الوحدة. قبل الوحدة كان هناك نظام شمولي، وكانت الحكومة هي صاحبة المؤسسات الإعلامية، وحتى الحكومة هي تدعم المؤسسات الأهلية.
ومع ذلك كان وضع الصحافة والصحفيين يعني أفضل بكثير من اليوم. إذا قارنا قبل 40 سنة أو أكثر من 40 سنة باليوم، يعني كنا كصحفيين نشتغل في وسائل الإعلام الحكومية موظفين، بعد ما انهينا تعليمنا الجامعي اشتغلنا في وسائل الإعلام الحكومة، هي كانت الوظيفة المتوفرة. وحتى اللي اشتغلوا في وسائل إعلام خاصة مملوكة لأشخاص كان بالنسبة لهم العمل الصحفي كان بالنسبة ميزة، يعني كنا نعتبر أنفسنا من قادة الرأي في المجتمع، نخبة. وكنا نخبة، وكنا نفخر بأن احنا ننتمي للسلطة الرابعة وأننا صحفيين. وكنا نذهب إلى أي مكان بالبطاقة وأقول له أنا صحفي، وكان يقول لي أهلا وسهلا، وكنا نحل مشاكل أحيانا بالإضافة إلى ما كنا نكتبه، وكان ما كنا وما كنا نكتبه كان يساهم في حل كثير من المشاكل. يعني صحافة مؤثرة. أي كنا صحافة مؤثرة. كانت هناك خطوط معروفة لا يجب تجاوزها، وكنا نمارس نوع من الرقابة الذاتية، ما نحتاج لرقيب يقول لي هذا ممنوع أو مش هذا مسموح. المهنية وأخلاق الصحفي. أي كنا نعرف ما واجب في حدود واجبنا حسب الظروف العامة في البلد. شأننا شأن كثير من البلدان طبعا. دول التجربة الاشتراكية، تجربة الاتحاد السوفيتي، كان هناك صحافة وكان هناك صحفيون وكانوا يعملون في إطار ما هو متاح. كنا نعمل بإطار ما هو متاح، وكانت بالنسبة لي تجربة مفيدة جدا أن أعمل قبل الانفتاح الذي شهدناه بعد الوحدة. يعني بعد الوحدة حصل نوع من الانفتاح، لكن أيضا قبل الوحدة أنا واحد من الناس استطعت أن أمارس عملي كصحفي. كصحفي اشتغلت مثلا مراسل وأنا موظف في صحيفة حكومية، كنت مراسل أيضا لجهة أجنبية، وكنت أبعث أحيانا صحيفة الشرق الأوسط، لا قبل الشرق الأوسط وكالة أنباء، وكنت أبحث أخبار أحيانا كانوا يتحفظوا عليها وكانوا يستدعوني، ما هذه الأخبار اللي أنت نشرتها؟ أقول لهم هذه حصلت ولا لا، هذه أخبار واقعية ولا لا؟ يقول أيوة، لكن أنت تروح تدور يعني العنقود الفاسد من صندوق العنب وتطلعوا تكشفوا على الناس. قلنا ما هو هذا، هذا مفيد جدا بالنسبة حتى للسلطة حتى للنظام. أنا يعني كان النظام يتقبل حتى مثل هذه الأفكار طبعاً، ومثل هذه الآراء ومثل هذه المقترحات والنقد أيضاً. والنقد كنا طبعاً كنا لا يوجد قمع، لا يوجد اضطهاد، لا يوجد. كان هناك حالات، في حالات قمع كانت موجودة، بس لأن الصحفي يومها تجاوز الحدود المسموح بها في إطار النظام العام السائد، وكان يسأل لأنه حشر عمله الصحفي بوجهة نظر سياسية. أيوة. بانتماء بعيدة عن المهنية. بعيد عن المهنية. نعم. أنا بأؤمن دائما أنه الصحفي مهمته زي ما هو معروف في كل مكان. 5WH. يعني ماذا ومن ومتى وأين وإلى وكيف. طبعا. تمام. وبالتالي هذا دورك كصحفي، تجمع المعلومة وتأكد منها وتنشرها في الصحيفة، في الإذاعة، في التلفزيون، بدون ما تحشر رأيك الشخصي. صحيح. وإذا أردت أن تحشر رأيك يعني يكون مجرد. أيوة. وإذا أردت أن تحشر رأيك أحشره بحيث أنك تكون رأي مفيد، نقد إيجابي، مش نقد تتحول إلى معارضة للسلطة اللي أنت عارف أنه حتقمعك. بالتالي عملت أنا وكثير من الزملاء عملنا بحذر في هذه الفترة قبل الوحدة، وكانت فترة ذهبية. ولكن كان هناك سقف إذا حد وكان سقف طبعا كان سقف، وكان النظام والحكومة ورئيس الوزراء والرئيس الراحل الله يرحمه كان دائما يتواصل مع الصحفيين ويعرفهم بالاسم ويستدعيهم في رحلاته ويقول لهم تعالوا، ويسأل ما له الصحفي هذا، ما له زعلان، كان يسأل عن الصحفيين وكان مهتم بالصحفيين وكان مكتبه مهتم بالصحفيين في رحلاته وأسفاره الداخلية والخارجية، كان دائما يجيب مع الصحفيين. يعني حظيت الصحافة والصحفيين باهتمام حتى في ذلك العصر الشمولي، من رأس السلطة، حتى في رأس حتى في العصر الشمولي حتى في ذلك العصر الشمولي أيما كان. كان الصحفي هيبة، يعني أنا صحفي أدخل أي قسم شرطة ولا أي دائرة حكومية أدخل أهلا أهلا يا أستاذ، فضل يا أستاذ، ما نفعل، ما ندي، ما هذا. اليوم الصحفي يعني ذلك الزمن. أيه. هذه الصحافة أنت صورتها في ذلك الزمن الذي كان شموليا وما قبل الوحدة. طبعا. طيب
بعد أن تحققت الوحدة وأيضا صدر قانون الصحافة الذي أيضا نظم العملية. هو كان المفروض ينظم العملية صحيح. نعم. وحصل أنه فترة ذهبية عشناها حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات. هنا دخلت المعارضة، دخلت الصحافة الخاصة. نعم. دخلت الصحافة الأهلية. نعم. يعني دخل الرأي السياسي، الرأي السياسي في عمل الصحفي، بالضبط في العمل الصحفي، وتحول طيب الصحفي من صحفي مهني. كيف تشخص لي الفترة هذه؟ كيف تشخص الفترة هذه يا أستاذ الناجي؟ هذه الفترة برضو كانت فترة ذهبية بالنسبة لكثير من الزملاء. يعني كم كان الكم والكيف؟ انتشرت الصحف بشكل غير مسبوق، والناس لو نراجع فيديوهات كم عدد الصحف اللي كانت موجودة في الأكشاك، عدد مهول جدا، بعضها تطلع بعناوين ومانشتات ضد النظام، ضد الحكومة، ضد علي عبد الله صالح، ضد الوحدة. ومع ذلك قليل جدا من الحالات اللي شهدناها وتابعناها حصل فيها نوع من تحفظ السلطات او ربما شيء من القمع، لانه الصحفي فقد مهنيته كصحفي وتحول الى سياسي، وهذه برضو قلنا مشكله انه الصحفي يخلط بين عمله كصحفي ويتحول الى معبر عن الراي السياسي، الى ناشط، الى ناشط سياسي ينتمي لحزب او ينتمي لمجموعه. طيب تلك الفتره نسميها الذهبية. نعم. اليوم نحن في فترة النحاسية. اليوم ما هي حتى النحاسية، يعني النحاسية اليوم ترى حديدية مذحلة. اليوم ترى اليوم للأسف من متابعتنا طبعا. نعيشين في الخارج، لكن بنتابع أوضاع الزملاء في الداخل، سواء في مناطق الشرعية أو في المناطق الشمال. للأسف يعني أوضاعهم صعبة جدا جدا، صعبة جدا. تحيز للصحفي أو أنها هذه الحقيقة؟ لا، هذه الصحافة يا سيدي والصحفيين هم أحد ضحايا الأزمة هذه، أحد ضحايا التطورات التي شهدناها من 2011 إلى اليوم. كثير من الفئات تضررت، لكن الصحافة والصحفيين برضو يعتبر من أهم الفئات. يعني العنوان العنوان الذي يتصدر المشهد أكثر شيء، على اعتبار أن الصحافة هي مرآة للأسف شديد فقدت أهميتها كمرآة، فقدت أهميتها كسلطة رابعة، فقدت أهميتها كمعبر عن إرادة الشعب باستقلالية، وأصبحت مجرد أداة بيد من يحكم وبيد من يمول، سواء كانت الصحافة الحكومية هنا أو هناك أو الصحافة الحزبية حتى. ولذلك أنا يعني أشعر بأسف أنه بعض الصحفيين تعرضوا للمتاعب وتم اعتقالهم، وبعضهم حتى قضى نحبه وبعضهم في السجن. هؤلاء السؤال المطروح، هل تعرضوا لما تعرضوا له لمجرد أنهم صحفيين أو لأنهم عندهم انتماء سياسي وعندهم وجهة نظر سياسية خلطوها في عملهم الصحفي؟ وفي ظل غياب الدولة أيضا المنظمة للعملية الصحفية واحترام حقوق الصحفي أيضا، هذا الغياب أيضا أوجد هذه الفوضى، أليس كذلك؟ طبعا ما هو الآن عشان نناقش الدولة اليمنية، وين الدولة اليمنية؟ الدولة اليمنية منقسمة، المجتمع اليمني منقسم، الجيش اليمني منقسم، هناك انقسام غير مسبوق حاصل في الإعلام اليمن. منقسم طبعا، وسائل الإعلام منقسمة، بعض وسائل الإعلام الآن اضطرت أنها تصدر من الخارج بما فيها وسائل الإعلام رسمية، وسائل إعلام رسمية تصدر من الخارج، من خارج اليمن، بينما يفترض أيش؟ بينما يفترض أنها تكون من الداخل مع الناس. ما هو الداخل هناك كمع وهناك اضطهاد وهناك يعني مخاطر. هذه ضريبة، هذه ضريبة. يعني أنت تقصد يعني ما يخضع إذا كان للشرعية أو سواء اللي في الشرعية أو اللي في صنعاء، أيضا هم الآن خاضعين لمن يحكم ومن يمول ومن يدفع رواتب إذا كان هناك رواتب. يعني يفترض كان مثلا بعض المؤسسات الرسمية مثل مثلا صحيفة الثورة نقول تبقى كما هي، الصحف الرسمية طبعا تصدر من داخل، من مأرب أو من سيئون أو إذا من أراد أو إذا أرادت الشرعية أن تصدر نسخة أخرى كما أصدرت نسخة أخرى من وكالة سبا، وأصدرت نسخة أخرى من تلفزيون اليمن. كان يفترض أن الإعلام يحافظوا عليه ويخلوه مستقل ويخلوه يتناول الأحداث من هنا ومن هنا، والصحفيين الزملاء كلهم أنا يعني حيد أنت الصحفيين، حيد هذا واجعلهم يعني أدوات للتصحيح، بس أيوة، للتوعية، للتصحيح، لنقل معلومات. لكن أما أنك تستخدمهم كوسيلة دعائية، كوسيلة حشد، وكوسيلة تخوين للآخر، وكوسيلة ضغط، هي حرب، يعني حرب إعلامية. ما دخلنا أصبحت الصحافة والصحفيين، طيب ما قلنا لك أصبحوا ضحية للأزمة. صحيح. الصحافة الورقية تعاني في عدن،
طبعا. وهذا صوت جاء من عدن بقوه كان في وقتها للاسف، للأسف. والمؤسسات الاعلاميه تنتهك في صنعاء للاسف، وكل ما ينتمي للصحافه والاعلام محل استهداف اطراف النزاع كما نتابع للاسف. طيب اطراف النزاع هؤلاء الا يعو يعني بخاطر هذا هذه التجاذبات التي تحدث اليوم؟ من اطراف النزاع؟ اطراف النزاع نعم، اطراف النزاع للاسف اصبحوا ينظروا الى الصحافه والى الصحف والى الصحفيين كادوات، كاداه من ادواتهم في الصراع. احنا قلنا قبل شويه ما حيدوهم ولا سمحوا لهم ان هم يمارسوا عملهم بمهنيه وباستقلاليه، وبالتالي حيدوهم واصبح الصحفي ضحيه اما ان يكون معه او يكون ضد. يعني تقصد انه تاثير الاستقطاب السياسي على الصحافه والصحفيين اثر بشكل سلبي على كل ما ينتمي للإعلام والصحافة، على قدرتها وعلى قدرة الصحفيين والصحافة، قدرتها على أداء مهامها. هل ذلك يعود إلى عدم وجود مؤسسات حقيقية صحفية؟ طبعا مع المؤسسات أيضا يعني كانت يفترض أن تلعب دور كبير، مثلا زي مؤسسة الثورة، هذه مؤسسة رائدة المفروض، مؤسسة الجمهورية، مؤسسة أكتوبر، مؤسسات كان عندنا أيضا تجربة كبيرة في هذا الجانب، وهناك مبنى وهناك قواعد وأنظمة وأشياء كثيرة. هل العمل المؤسسي يعني تفتت خلال الفترة هذه كلها ووصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ أي العمل المؤسسي الإعلامي لأنه خاضع للسلطة، يعني للأسف ما احنا دولة نامية في النهاية، احنا دولة نامية، وضع مؤسساتنا الإعلامية لا يزال محكوم بقرار سياسي. لم تتمكن الصحافة اليمنية خلال السنوات الماضية من أن تصبح صناعة بحد ذاتها، صناعة بحد ذاتها، وبالتالي تكون قراراتها نابعة من إرادتها، من مجلس الإدارة، يعني هو الذي يقرر ما يتناول وما لا يتناول، من يستضيف وما لا يستضيف. لكن أصبح مع النزاع الموجود الآن في اليمن من أكثر من 10 سنوات أصبح المؤسسات، حتى المؤسسات الحكومية، هي المفروض المؤسسة مش حكومية، هي مؤسسات مملوكة للشعب بالضبط، مؤسسات عامة. صحيح. وكان يفترض أن تظل هكذا مؤسسات عامة. يعني تحدث أحيانا يعني أزمات في بعض الدول البلدان، نعم، ولكن تظل المؤسسات قائمة بذاتها وتدير أعمالها وتدير شأنها هذا كما ما يفترض. هذا ما يفترض، لا هذا ما يفترض، يعني قضينا على كل شيء، هذا ما يفترض الآن. لا ما في، لا ما في حي اسمها، تحولت حتى مؤسسات الإعلام اللي هي المدنية تحولت إلى ما يشبه مؤسسات الإعلام التابعة للتوجيه المعنوي، أصبحت مجرد أدوات يستخدمها النظام أو يستخدمها من يحكم أو يستخدمها وزير الإعلام هنا أو هنا، يستخدمها أنها ما بلا تسمع الكلام، ما بلا تنشر ما تنشره، تكذب ما تكذبه، تسرب ما تسربه، والصحفي في النهاية عليه أن يسمع الكلام، وإلا في النهاية سيجد نفسه في الشارع بلا مرتب بلا عمل. إذن معنى هذا أن الهامش الصحفي الذي كنا ننعم به وكنا رواد إلى حد ما فيه على الأقل في المناطق في الدول النامية، نعم، يعني بدأ يضيق أو ضاق تماما. ضاق تماما الآن عندما تناقش، يعني سنة تلو السنة تلو السنة نجد أنه خلاص، يعني لا لا لا، عندما تقيم بموضوعية ستجد أن الصحافة يعني اليمنية أصبحت ضحية من الضحايا، ضحايا الأزمة هذه اللي مستمرة. من المسؤول على ذلك برأيك؟ المسؤول عليها الساسة للأسف الشديد، الساسة أصحاب القرار السياسي والعسكري في اليمن. يعني مثلا لم تكن الحرب فرضت واقعا مغايرا، الحرب نفسها والمواجهات هذه الدامية والهذا فرضت هذا الواقع للأسف الشديد. للأسف قلنا أنه الصحافة أصبح في ظل الواقع الجديد أصبحت ضحية من الضحايا، وتوجب على الصحفيين وعلى الصحف وعلى وسائل الإعلام أن تسمع الكلام من يمولها. هذا إفراز اللا دولة نقولها، نعم، إفراز اللا دولة، يعني حتى التقارير تقول ذلك، يعني أنه نعم، كل شيء في اليمن مرصود، حتى الصحافة الإلكترونية، الصحافة الورقية، كل مؤسسات وسائل الإعلام اليوم هي كلها مرصودة وتحت الـ حتى متى ما عرض، متى ما عرض ثني أنا يعني حتى وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أيوه، منصات التواصل كلها مرصودة، بيراقبوك ويحسبوا عليك ويحاسبوك ويسألوك ويتصلوا بك ويهددوك إذا أنت عملت منشور ولا عملت تغريدة ولا شيء ما عجبتهمش، يهددك هذا أو هذا، وهذه مشكلة كبيرة. طيب هل فقدنا الدولة؟ مش عايز أنا حد يزعل مني، لكن لا مش زعل، الدولة اليمنية
الدولة اليمنية اليوم في وضع صعب جدا، الدولة اليمنية في وضع صعب جدا، منقسمة، ما عاد فيش دولة. ما فيش، ليس لديك أفق مثلا أستاذ ناجي قد يمكن تصحيح ما يمكن تصحيحه مثلا في المحاولة؟ والله أنا أتمنى على الساسة، الساسة هم إذا قرروا أنهم يعيدوا لليمن مكانته التاريخية، مكانته مش إلى قرون بعيدة، مكان ما كنا عليه قبل، بس قبل 12 سنة ما كنا عليه لغاية 2011، لغاية 2011 يعني لو عدنا إلى الوراء سنجد أن كنا في مرحلة ذهبية طبعاً. يعني كانت هناك، كانت الدولة بكل مساوئ النظام الحاكم، لكن كانت المؤسسات الإعلامية وكان الصحفيين وكان الصحافة كانوا في وضع أفضل بكثير من اليوم، حتى في الحقوق والمرتبات، حتى في الحقوق والمرتبات والمكانة الاجتماعية. اليوم الصحفي أحيانا بيخاف يقول أنا صحفي، يتحرك من هنا إلى هنا ومخبي البطاقة، بطاقة الصحافة، أو حتى لو عرفوه ها أنت فلان بتكتب في الصحيفة الفلانية، يقول لا لا مش هنا، هذا يشبهني. تخيل وضع صعب جدا، وخاصة اللي عايشين في طيب الداخل. أين دور اللي عايشين في الداخل؟ نعم. اللي في الخارج ربما عندهم هامش من الحرية. طيب أين دور النقابات والمؤسسات التي يفترض أن ينتمي إليها هذا الصحفي ويلجأ إليها في حال يعني يخفت هذا الصوت أو يتعرض للمضايقات والانتهاكات؟ يعني هناك المفروض من يقوم بالدفاع عنه. أين هي نقابة الصحفيين؟ أين هي الاتحادات الأخرى؟ أين كلها وقعت ضحية للأزمة، كلها منقسمة، هناك نقابة هنا وهناك نقابة هنا، هناك اتحاد إعلاميين وهناك مش عارف إيش. كل شوية يعني نسمع عن تشكيل أو تجمع يعتبر نفسه أنه هو ممثل الصحافة اليمنية، لكن في الوقت الراهن أنا شخصيا أرى أنه لا أحد الآن في الوقت الراهن يمثل الصحافة اليمنية أو يمثل الصحفيين اليمنيين، لا هم المدعومين من الشرعية ولا للوضع الموجود في صنعاء، وضع برضو أيضا غير طبيعي. طيب أستاذ ناجي، يعني الصحافة الإلكترونية عرفتها اليمن في عام 96 خاصة عندما يعني مؤسسة كسبتمبر 26 سبتمبر كانت هذه حتى مدرسة للصحفيين، كانت تخرج منها الكثير والعديد. سبتمبر ويمن تايمز وغيرها ويمن أوبزرفر، يمن أوبزرفر وأيضا صحيفة الأيام والأيام، كانت عناوين تصدرت حتى يعني العمل الإلكتروني، يعني حتى المواقع العادية مش بس الصحف المطبوعة، حتى بعض المواقع كانت كنا نعتبرها يعني قمة تنافس، كانت الصحف كانت تجمع أخبار وكانت تنشر أخبار وتنشر تقارير صحيح وتحليلات. طيب برأيك إلى أي مدى يتأثر المجتمع، ومجتمع بالذات زي المجتمع اليمني، بالصحافة الإلكترونية هذه؟ هي في مشكلة مع الصحافة الإلكترونية في اليمن، لأنه مش كل يعني مستوى استخدام الناس للإنترنت يعني ما وصلنا إلى حد أنه نقول 90% لازالت الأمية موجودة يعني. مش يعني اللي بيستخدموا الإنترنت أو عندهم اشتراك في الإنترنت نسبة بسيطة، قليل جدا، وبالتالي التأثير أعتقد محدود. ما تمكنت حتى الآن المواقع الإلكترونية أو الصحافة الإلكترونية من إحداث هذا التأثير الذي نرى حتى الآن. حتى الآن يعني وخاصة مع الأزمة الأخيرة هذه زادت متاعبها، وأصحاب المواقع هذه الإلكترونية أيضا بيواجهون مشكلة أحيانا حتى في التمويل، حتى في تدبير لقمة عيشهم، وبعضهم يعني بيتعب كثير عشان يحافظ على الموقع اللي عمله قبل 15 سنة أو قبل 20 سنة، وهذه مشكلة أيضا. اندثرت كثير منها يعني اليوم. أي. يعني كنا نتابع يعني أكثر من موقع، ليس موقع واحد، يعني كنا نفتح كل المواقع الإلكترونية ونتابعها ونقرأ ونستفيد منها كثير منها. اليوم كان يعني عندك صحافة مثلا نت وتتابعها لما يستجد، لكن لم يعد هناك الصحافة الإلكترونية التي كانت في ذلك الوقت المؤثرة، المؤثرة اللي كانوا يعملوا حسابها زي ما يعملوا حساب الصحف المطبوعة. كان برضو أيضا أصحاب المواقع كان لهم مهمة جدا يعني صحيح. كان يعني رأيهم مسموع وكانوا موجودين حتى وهم بس مجرد صاحب موقع سين أو صاد أو جيم، مش عايز أذكر أسماء، بس في أصحاب مواقع بادروا في هذه الفترة وعملوا مواقع إخبارية متميزة تمام ولا لا، وكان الناس بيتابعوها وكانوا بيعملوا حسابها، كانت السلطة أيضا تتابعها وتعمل حسابها ومع صاحب موقع. طيب دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ جميع أطراف النزاع اليمني إلى ضمن حماية حرية الصحافة على ضوء يعني إغلاق عدد من مقرات ووسائل الإعلام، ماذا يعني ذلك برأيك؟ هو المبعوث الأممي كثر خيره
دعوة محمودة، أتمنى أنها تلقى أذان صاغية من أطراف الصراع، لكن في النهاية أنت في وضع غير طبيعي، اليمن في وضع غير طبيعي، في حالة الحرب صعب جدا أنك يعني ولما دعا هذه الدعوة يعني على الأقل الحد الأدنى أنه تحافظ على حياة الناس، يعني حياة الصحفي هذا الذي هي أصبحت يعني عرضة لكل شيء، حياة الشعب اليمني كله عرضة للخطر. اليمنيين في بيوتهم في الشارع في المخيم في أي مكان ممكن يتعرض للقتل، ممكن يتعرض للقصف، وممكن يتعرض لأي خطر لا سمح الله. فبالتالي لا يمكن أن نستثني، أنا شخصيا لا أرى أنه نستثني الصحفيين اليمنيين أو وسائل الإعلام ونعتبرهم أنهم مميزين في الوقت الحالي. صحيح أنا معك، لكن احنا صعب جدا على اعتبار أن احنا نتحدث اليوم عن الصحافة والصحفيين. فيعني هي ولا أكيد أنه اليمن هي كلها يفترض أن نحافظ عليها يعني أرضا وإنسانا، لكن أنا أتحدث اليوم عن الصحفي هذا الذي اليوم يعني يتصدر المشهد ويتصدر العناوين في الانتهاكات التي يتعرض للأسف الشديد. يعني نعم للأسف صحيح. يعني أنت صحفي وتعرف ما لا معنى صحيح طيب أنا للأسف نتابع أخبار زملاء وصحفيين يعني وصحفيات تعرضوا للأذى، غير اللي تعرض للقتل، وغير الذي في السجن ومحكوم عليه مش عارف بالإعدام. ليه يا صحيح. أخي بالضبط ليه تحكم على صحفي بالحديث هذا يعني تحكم على صحفي بالإعدام؟ تحدث عن عدد كبير يعني من صحفيين الذي قتلوا يعني من 2014 إلى اليوم حوالي 49 قتيل، وهناك عدد 12 تقريبا يعني في السجون. نعم. مغيبين. نعم. وهناك من تم اختطافه من القاعدة في بعض المناطق واختفاء القسرية، وهناك أيضا من هو الآن تحت المحاكمة ومعرض لأي لحظة من في حكم بالإعدامات. طيب معقول يعني إلى هذا الحد وصلنا من للأسف شديد؟ ما هو قلنا الصحافة والصحفيين ضحية من الضحايا، وبعدين لم تعد هناك سلطة مركزية توفر لهم أقصى يعني أو أدنى حدود الأمان وتمكنهم من العمل بحرية، بحيث أنه الصحفي بإمكانه أن يتنقل في أنحاء اليمن بحرية. أنا أريد مثلا للصحافة والصحفيين اليمنيين أن يغطوا الأزمة بكل مكان، يكون لديه القدرة أنه يسافر إلى مأرب، ومن مأرب ينتقل إلى صنعاء، ومن صنعاء يذهب إلى الحديدة، ومن الحديدة ينتقل إلى عدن. أنا أتمنى ذلك، أتمنى أن يتاح للصحفيين أن يؤدوا عملهم في كل اليمن بغض النظر عن ما يريده هذا الطرف أو ذاك، أو يتعرض للمساءلة من هذا الطرف أو ذاك. أتمنى ذلك، أتمنى أن الصحفيين يستعيدوا دعوة بالنسبة لك دعوة. طيب اليوم يسمحوا لهم. لا اليوم في صحفيين مثلا بيطلبوا أنهم يروحوا يزوروا اليمن، صحفيين حتى من الخارج ما بيخلوهم يزوروا من اليمن. من الذي ما اللي بيتحكموا في القرار؟ أطراف النزاع داخل أطراف النزاع. صحفي يقول لك أنا عايز أروح أشوف إيش اللي بيحصل في اليمن كصحفي مثلا أجنبي أو صحفي عربي. هل خشية من الانتهاكات التي يتعرض لها الناس وفضح هذه الانتهاكات أم يعني فرض سلطة الأمر الواقع؟ فرض سلطة طبعا. لا إذا أراد هذا يعني إذا كان صديق لنا وبيتابع أخبارنا ولا يعارضنا. يا أخي الصحفي لا يعارض، الصحفي يريد أن ينقل معلومة فقط سلبا كانت أو إيجابا. سلبي ينقل في الواقع، وشفنا بعض الصحفيين الأجانب راحوا زاروا اليمن كله واكتشفوا، مش اكتشفوا، شاهدوا بهم عينهم ماذا يحدث ونقلوا. سمعنا أطراف من أطراف الصراع زعلانين منهم، يقول لك ليش ينقل هذا؟ هذا أكيد يتبع الجهة هذه الفلانية. ليش ينقل هذا؟ يا أخي هو راح شاف يعني في عهد الرئيس علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. نعم. في ذلك العهد الميمون إذا صح التعبير، وأنت ذكرت أيضا بعض كثير من المحاسن التي كانت في تلك المرحلة، يعني زخرت اليمن بسمعة كبيرة على وصدى كبير جدا في مختلف وسائل الإعلام العالمية. يعني عرفوا اليمن من خلال أيضا استقطاب هذه الصحافة العربية، الصحافة الأجنبية، الصحافة النوعية، الصحافة المتخصصة، في كل شؤون الصحافة والوسائل المرئية والمسموعة كانت موجودة في صنعاء، سواء في الاحتفالات، سواء في المناسبات العامة الأخرى. يعني كانت سياسة حقيقية وحكمة فيما نعم. يتعلق بأن تحظى اليمن حتى بنقل حتى الظواهر السلبية حتى الظواهر السلبية. لكن في الآخر أنت أيضا هذه اليمن. نعم. يعني وأنت تفتح الباب على مصراعيه. نعم. لكل الناس يعني. نعم كانت اليمن مفتوحة على مصراعيها،
وكان أي صحفي يرغب في المجيء إلى اليمن، وأنا أشهد وأنا رافقت خلال عملي في اليمن، أنا رافقت صحفيين أجانب كان يطلب مني أنه أرافقهم فقط وأشرح لهم، مش أقدم تقارير، ما كانش مطلوب مني أني أقدم تقارير. أنا كصحفي يمني يجي صحفيين أجانب، لا يفرض عليك أنه قدم لنا تقارير، لكن رافق اليمن أنا معاهم وأنا أعرف، أنا أعرف ما يريدون وأعرف ما يمكن أن يسبب مشكلة لهم أو لي. ولذلك أقول لك كانت فترة فعلا كانت فترة ازدهار، أتمنى أنه تعود في يوم من الأيام، وأتمنى أن يتمكن الصحفيون من أنحاء العالم في زيارة اليمن وتغطية الأحداث في اليمن ونقل ما يحدث من اليمن، لكن في الوقت الحالي. طيب لنقول أنه مثلا القمع موجود عند الحوثيين في صنعاء يعني، وايضا عدم يعني اتاحه المجال والفرصه، ماذا عن المناطق التي تحت سيطره وهذه ايضا فيها مشاكل، وهذه فيها مشاكل، وهناك صحفيين وصحفيات، سمعنا عن صحفيه في حضرموت، وسمعنا عن صحفي في مارب، وسمعنا عن صحفي في شبوه او في سيئون. يعني وضع الصحافه والصحفيين ليس مثاليا في المنطقه، في المناطق الشرعيه يعني، هم في مشكله. وأعلم أن هناك بعض الصحفيين الأجانب أرادوا زيارة اليمن وقالت لهم الشرعية سوري، يعني الموضوع ليس آمن. أيه الموضوع ليس هكذا، كان المبرر ليس آمن، لكن هم ما لا الطرفان لا يرغب في رؤية صحفي مستقل ينقل ما يراه بأم عينه بدون ما المرافق أو بدون ما اللي أعطاه التأشيرة يقول له لا تجنب هذه او لا تذكر هذه او لا تذكر هذه. طيب استاذ ناجي، اليمن يعيش في ظل تكريس لون دعائي واحد. هو اللون الحوثي كما يرى صحفيون، ولا صوت يعلو على صوت الخرافه الحوثيه، واغلاق عدد من وسائل الاعلام يندرج تحت هذا الواقع. الى اين يريد الظلاميون ايصالنا؟ شوف يا سيدي، عشان نكون موضوعيين، اولا الحوثيون مسيطرين على 15% من مساحه اليمن. صحيح عدد السكان، صحيح عدد السكان كثافة، لكنهم لا يسيطرون على كل اليمن، هم بيحاولوا يفرضوا وجهة نظرهم في لون واحد في مناطق سيطرتهم فيها. في ظل هذه الظروف، ظروف الحرب، هم بيشعروا بضغط شديد عليهم من الطرف الآخر ومن المجتمع الدولي، وبالتالي بيحاولوا يفرضوا وجودهم بأي طريقة. لكن أيضا لا يمكن القول أن مناطق الشرعية أيضا مناطق وردية وكل شيء فيها على ما يرام. هناك مشاكل ليست مثالية، هناك مشاكل في الطرف من الجانبين، والصحافة والصحفيون يعانون في المكانين، باستثناء من هو يعني تخلى إلى بعض الشيء عن مهنيته وكونه صحفي وتحول إلى سياسي وتحول إلى بوق لهذا الطرف أو لذاك. برضو أجين يعني، لكن احنا نتكلم تعيد الصحافة، نتكلم أستاذ ناجي كذا بنوع من الشفافية، وأنت يعني ولك حرية الحديث لأنك أيضا رجل مستقل وحر أيضا في رأيك. يعني أنا أجد مثلا بعض يعني مثلا في الشرعية إلى حد ما متاح يعني التحرك والسهولة في التعاطي، وإلى حد ما الانتقاد حتى، يعني عندما تنتقد، أنا مثلا تنتقد رشاد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي، لا يكون هناك رد الفعل الغاضب او رد الفعل القمعي او انتهاكات كما نتابع ونسمع في المناطق اللي تحت سيطرة الحوثيين. شيء مؤلم ان يحدث ذلك. انا طبعا بالنسبه للتجربه مع الشرعيه، كثير من الزملاء ينتقدون ويعارضون، لكن ووضعهم أفضل بكثير من وضع المناطق. يعني حتى نكون منصفين يعني وصادقين، يعني مثلا اليوم أنا كبرنامج بالتفصيل أجد نفسي أحيانا يعني أنتقد، وانتقاد لاذع أحيانا للشرعية وبتفاصيل كثيرة جدا والحكومة بمختلف شخصياتها، لكني لم أجد انتهاكا أو أحد يرفع سماعة. الحمد لله. هذا الحمد أمر يعني يحسب للشرعية طبعا، لكن بينما أنا لو عملت تغريدة فقط في حسابي في أو تويتر أو شيء يعني في مناطق الحوثيين، يشن هجوم للأسف كاسح يعني، للأسف شديد، حتى يخرجوك من الوطنية
يعني شيء مؤسف يعني. للأسف الشديد، للأسف الشديد إقحام، ما قلنا مرة ثانية، إقحام الصحافة والصحفيين في الأجندة السياسية أو في الصراع أو في الأزمة أو في الحرب ما كان يجب أن يحدث أبدا، وكان يجب على الطرفين أن يحرصوا تماما، أن يحرصا تماما على أنه خلي الصحفي هذا والصحافة خليهم محايدين ونجنبهم الخوض في النزاع، لأنهم بيمثلوا الرأي العام، والرأي العام إحنا حريصين أنه نخليه واحد. لكن حتى الرأي العام الآن اليمني منقسم للأسف الشديد بسبب الأزمة وبسبب التجاذبات السياسية وبسبب إما معانا أو ضدنا. يعني أنا أرى أنه ما كان يجب أن يحسب يوضع الصحفي والصحافة بين خيار إن معنا ولا أنت ضدنا، لا، كان المفروض أنه الطرفان يسمحوا للناس أنه يقولوا رأيهم، يجمعوا الأخبار ينقلوها، وبالتالي يتركوا الحكم للناس للجمهور. لكن أما أنك تجي تقمع الصحفي، خشية أيضا تعريها هذا الطرف عن كل الأطراف يعني. ما هذا عمل الصحافة هكذا، عمل الصحافة هي صحيح. طيب يقال أستاذ ناجي أن من يدير المشهد اليوم الإعلامي في اليمن هم أنصاف المتعلمين وأدعياء الإعلام، زج بهم أو زج بهم الحوثيون العمل لصالحهم وخدمة أجندتهم كما ذكرت، هناك كل أجندة له، وهم من يحصلون على الامتيازات والمرتبات والعطايا وحتى المنازل والسيارات، لأنهم يعملون وفق لون الحوثي الواحد الأحد لا شريك له، بينما الصحفيون يتضورون جوعا وينكل بهم في مناطق سيطرتهم. لا كويس أنك قلت يقال، أوكي يقال، أنا قلت يقال لأنه هذا يقال. هذا ما يشاع. أتمنى لا يكون هذا الكلام صحيح دقيق 100%، لأنه أنا أعرف وأتابع أن حتى الصحفيين اللي في مناطق الحوثيين أيضا يعانون، لا تقصد المناطق الشرعية في صنعاء؟ طبعا في صنعاء لا يتقاضوا مرتباتهم، وحتى في مناطق الشرعية قابلنا قبل كم يوم مجموعة من الصحفيين اللي هم مفروض مع الشرعية والمفروض أنهم في عدن والمفروض أنهم هنا أو في هنا أو هنا، الشرعية للأسف أيضا ما مش مهتمة بهم كما يجب. أنت تتحدث باستقلالية الآن يعني على أساس على اعتبار أنه أنت حديثك كصحفي مستقل يرى كل الأطراف بعين واحدة. نعم أيوة. نعم لا يعني مش بالضرورة هل بعين واحدة. هل هل لا مش بالضرورة هل بعين واحدة لا لا. هل 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 نساوي الـ 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 يعني الضحية بالجلاد مثلاً؟ لا طبعا لا، ما يجوز ابدا نساوي الضحيه بالجلاد. احنا دائما بنقول وبنتابع، انا واحد من الناس وغيري من الصحفيين المستقلين، لما يقال انه في صحفي اعتقل في صنعاء او تعرض لاي انتهاكات، بنقول هذا غلط ما يجب ان يحدث. ولما يقال انه في صحفي او صحفيه في حضرموت او في عدن نقول هذا غلط. انا نحاول نجتهد، واللي يعجبه يعجبه واللي مش عاجبه يعني. هذه الانتهاكات وقمع الحريات والسجن والقتل والترهيب والمضايقة ويعني حتى أيضا قطع المرتبات ويعني هذه المصطلحات لم نعهدها إلا في هذا الزمن للأسف يعني. للأسف الشديد، للأسف الشديد نعود يعني نحن عندما نتحدث بين زمنين نتحدث عن هذا الزمن المؤسف الذي وصلنا، الحالة المرثية، الحالة الذي وصلنا إليها، بينما ذلك الزمن الذي هل يشدك حنين ذلك الزمن الجميل بجد؟ طبعا أشعر بالحنين، أشعر بالحنين إلى الماضي، الماضي اللي كنا فيه قلت لك يعني كنا فيه نعتبر من قادة الرأي، من قادة البلاد. بقول لك أنا وأنا صحفي كنت أذهب وأنا في صنعاء أذهب ببطاقتي وأقول لهم أنا صحفي، أهلا وسهلا تفضل أي خدمة، ما نفعل ما ندي ما نادى. كان الصحفي يفخر بأنه صحفي، وكان حتى وإحنا في نقاط التفتيش لما كان في نمر من نقاط التفتيش تقول لهم أنا صحفي لك تفضل. إنما اليوم يهان اليوم صحفي. ما اليوم يخاف الصحفي إنه يقول إنه صحفي يخاف. طيب أنت لم تذكر لي يعني مثلا هل هناك دخلاء على الصحافة اليوم برأيك يعني أنت كذا كغربلة؟ في ظل الوضع القائم الآن، في ظل الحرب، أدعياء على الصحافة، في ظل الحرب، في ظل الحرب للأسف ما نسميهم هذول من يشتغلوا، بعضهم من يعمل في مجال الصحافة أو في وسائل الإعلام، ربما أجبرتهم الظروف على العمل من أجل لقمة العيش حتى ولو بلون واحد، حتى ولو بلون واحد
نعرف زملاء كثر الآن اللي بيشتغل مع هذا الجانب أو مع الجانب الآخر، وتقول له من رئيس تحريرك؟ يقول لك خليها على الله. من المسؤول عنك؟ يقول لك خليها على الله. من وزيرك؟ يقول لك خليها على الله. سكتة. بس أنا بشتغل لأن يعني هذه إجابة أيضا، خليها على الله معناتها فيها علامة استفهام كثيرة. طبعا فيها علامة استفهام طبعا. هناك هناك مشكلة كبيرة، يعني هناك مش الحرب هي أنتجت وضع غير طبيعي في اليمن. طيب، وأنا أتابع يعني الانتهاكات وتابعت أيضا، طبعا معروف أنه الثالث من أيار مايو من كل عام يتم الاحتفاء بيوم الصحافة، يوم الصحافة وحرية الصحافة. نعم. العالمية. يعني يعني أجد أنه تقارير ذكرت كثير يعني ما يتعلق بتحديدا من أواخر 2014، يعني عندما نجد أنه 79 صحفي تعرضوا للقتل وأكثر من 12 صحفي في سجون الحوثي بينهم مهددون بمقصلة الإعدامات، وآخرين مختطفين من تنظيم القاعدة لم يعرف مصيرهم في المناطق الجنوبية. طيب، من لهؤلاء برأيك؟ يعني ما هي الجهة؟ ما لهؤلاء رحم الراحمين للأسف الشديد، ما قلنا ضحية من ضحايا النزاع، ضحية من ضحايا النزاع. يعني لابد أن ندفع الفاتورة؟ لا، ندفع الشعب اليمني كله بيدفع الفاتورة. أنا أتحدث الآن عن الصحابة. الشعب الصحابة لابد أن يدفع الفاتورة. لابد أن يدفع الفاتورة الشعب اليمني والمؤسسة العسكرية اليمنية والمؤسسات المدنية اليمنية والوزارات المؤسسات كل البلد. البلد في حالة انقسام قلنا، وكل شيء في اليمن في حالة انقسام وفي حالة توهان. حتى الآن مش قادرين نعرف ماذا سيحدث غدا، ماذا سيحدث بعد غد، تمام ولا لا؟ وبالتالي وضع محير فعلا، ما وضع صعب. عندما حصل يعني تطورات إسقاط النظام في 2011، نعم، ما كانت رؤيتك أنت من وجهة نظر صحفية؟ يعني شوف يا سيدي، احنا غطينا هذه الفترة وحاولنا نتابع أخبارها، وحاولنا كإعلاميين أن نمارس عملنا بشكل مستقل وأن نجتهد في طرح المعلومات، في جمع الأخبار، تمام، عن ما يحدث، وأن نحاول حتى ننور السلطة. يا سلطة، هذا ما حدث، هذا ما تمام. لكن أيضا دخلت عوامل سياسية في النزاع، ومرة ثانية تعرض الصحفيون وتعرضت الصحافة لبعض الضغوط، بعض الضغوط من السلطات. يعني أقصد، هل كان يعني لديك هاجس ومخاوف؟ طبعا. من أنه لا سمع، يعني أنه إسقاط النظام معناته إسقاط الدولة، إسقاط طبعاً الإنسان اليمني، هوية اليمني، هوية طبعاً. كنت تخشى مثل هذه؟ نعم، أنا وغيري من كثير كل الصحفيين اليمنيين شعرنا بالقلق من المستقبل، لأن كان مستقبل غامض، ما كانت هناك رؤية واضحة لما بعد تغيير النظام. رفعوا الشباب ما شاء الله عليهم في الساحات شعارات لإسقاط النظام، ورحل ورحل ورحل، لكن وبعدين ماذا سيحدث بعدين؟ ما حد يعني رغم التحذيرات اللي كان يطلقها الرئيس الراحل رحمة الله عليه، كلنا حتى الصحفيين، لا تتركوا البلد تغرق في مستنقع، لا تصوموا اليمن، لا لا، نعم، كل اللاءات، لكن لم أحد كلنا لم يسجبها. وهذه هي النتيجة اليوم نحن نتعرض لها، وإحنا اليوم نتحدث عن الجانب الصحفي والصحفيين والحقل هذا المهم في عالم السلطة الرابعة. من يومها وحتى في هذه الأزمة تعرض الصحفيون للمضايقة، وبعض الصحفيين هجموا اللي صادروا عليه المكاين معدات التصوير طبعا، والذي تعرض للقمع، واللي تعرض يمكن حتى قالوا في بعض الأحداث بعض الصحفيين تعوروا، يعني صيبوا إصابات جسدية. بالتالي من يومها كانت الصورة للأسف الشديد قاتمة، وبدل ما نشعر بتحسن من يومها إلى اليوم للأسف حالة المرض وحالة التراجع استمرت إلى اليوم للأسف. طيب أستاذ نجي، وهنا في دقائقنا الأخيرة يعني أريد منك يعني كذا بلورة لبعض الحلول، وأنت الصحفي الخبير، نعم، صاحب التجربة الكبيرة، كيف يمكن تجاوز مأساة الصحافة والصحفيين والإعلام اليمني عموما في مثل هذه الظروف؟ يعني أعطينا كذا صورة واضحة لما يفترض أن يكون عليه الوضع. إحنا زي ما قلنا في البداية، حتى في حده الأدنى خطوط عريضة، يعني الخطوط العريضة أن تترك للصحافة والصحفيين
هامش لكي يعملوا أو يمارسوا مهنتهم باستقلالية بدون ضغوط. أن نترك للصحافة والصحفيين أن تقول رأيها بصراحة بدون تخوين وبدون اعتبار أنه هذا مع الحوثيين ولا هذا مع المرتزقة ومع المش عارف إيش. يفترض أنه الصحفي لا يميل بشكل كامل يعني أنت إلى أطراف النزاع، لكن يعني هذه القيادات وأطراف النزاع يعني ممثل بالحكومة أو الشرعية وأيضا الطرف الحوثي المتواجد في صنعاء يعني هذه بعض الحلول أو واحدة من الحلول. طيب بالنسبة للصحفي ما الذي يجب عليه أن يفعله في هذه الحالة؟ الصحفي في هذه الحالة إما أن يخضع لهذا الطرف أو ذاك من أجل لقمة العيش من أجل مرتبه، أو أن يعاني في البيت ويسكت انطلاقا من أنه إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هكذا إذا أراد أن يتجنب الملاحقة أو يتجنب الانتهاك أو يتجنب. ونعرف كثير من الزملاء موجودين في الداخل في صنعاء وفي عدن ساكتين مش قادرين يشتغلوا. طيب أين دور النخب الصحفية؟ نعم أين دور النخب الصحفية؟ لا ما قلنا النقابة الصحفية لا أين وضعها صعب يعني لنترك مثلا وضعها صعب لأنها هي مؤسسة مثل المؤسسات اللي تم انتهاكها يعني البقية. لا أنا أتحدث عن النخب أصحاب الحل والعقد، النخب التي تقود الرأي العام اليمني في الداخل. هذه أين غابت؟ أين الأسماء تلك الكبيرة الذين هذه انقسمت أيضا كما انقسمت الدولة بشكل عام، كما انقسم المجتمع كله، الصحافة والصحفيين والنقابة الصحفيين وحتى نقابات أخرى كلها منقسمة الآن. لا يوجد رجل عاقل رشيد صحفي رشيد نخبة رشيدة تقود يعني تخرج من العاصفة هذه يعني. أتمنى ذلك، أتمنى أن يستمع أطراف الصراع أن يستمعوا إلى صوت العقل، إلى الصوت من يقول لهم كفى يا جماعة، كفى ما يحدث في اليمن ولليمنيين أكثر من 8 سنوات أو 9 سنوات من الصراع، إلى عين ستذهبوا باليمن؟ هل أنت متفائل بالقيادة الجديدة في الشرعية مثلا؟ أتمنى ذلك، ما زال حديث أمنيات إلى أن نرى أشياء واقعية في الميدان. من خلال قراءتك لما بين السطور وأنت الصحفي القارئ يعني المتابع يعني، هل السلام سيتحقق؟ أتمنى ذلك برضو مرة ثانية. تمنيات مجرد أمنيات، لكن بالنظر إلى ما يطرحه الطرفان في وسائل إعلامهما وعبر كتابهما وعبر يعني من يتحدث باسمهما، حتى الآن الصورة لا تزال أيضا قاتمة، في حديث عن الدعوة لتسوية سياسية، الحديث عن السلام، الحديث عن تمديد الهدنة مثلا أنها ستمهد للمفاوضات تفرض وتمهد. لكن ومع ذلك هناك أصوات تقول لك لا سلام على أي أساس، وقف إطلاق نار على أي أساس. إلى متى يعني يظل اليمن واليمنيين مرهونين بقرارات خارجية خارج الحدود؟ هذا أيضا موضوع حساس، لأنه حتى الخارج ما كان بإمكانه أن يتدخل في الشؤون اليمنية لولا أيادي يمنية يعني هي التي شجعت. وتحول اليمن للأسف بسبب هذا. أنا سبب نفسي بنفسي، جبت صوبعي صوب عيني، شفت إزاي؟ أي شفت إزاي؟ هو هذا، لو حافظنا على استقلال اليمن من يومه وما سمحنا لأن تتحول اليمن إلى ساحة يسموها ساحة حرب بالوكالة. للأسف الشديد أنا مضطر أقول هذا الكلام، هناك ساحة في اليمن حرب بالوكالة، ما هو طبيعي لأنه كل لديه أجندة يعني. كل من تحدث يعني عن من كان خارج الدولة يعني نقصد مثلا الحوثيين لدي أجندة طبعا يقوم بحرب بالوكالة يعني لأطراف معينة معروف من يدعم هذا ومعروف من يدعم هذا. لكن نتمنى من اليمنيين أن يستعيدوا، نتمنى من مجلس القيادة الرئاسي هذا اللي تعين مؤخرا، نتمنى أنه يستعيد القرار اليمني ويتصرف برغبة يمنية بإرادة يمنية من أجل اليمن ويبحث عن حل. هم صحيح اعلن في اول بيان له الرئيس رشاد يعني قال احنا متجهين للسلام، لكن في نفس الوقت احنا مستعدين ايضا للحرب، وانا اتمنى ان يكون الاولويه للسلام. طيب اشكرك استاذ ناجي،
أتحت لي هذه الفرصة في حوارك في وأنت في أجازة في القاهرة، ولكن كانت فرصة سعيدة أننا ألتقي بك وأيضا تطل على المشاهد الكريم وأنت قليل الظهور، حياك الله، ولكن كثير العمل، حياك الله. شكرا جزيلا لك أستاذ ناجي الصحفي الكبير والشخصية المعروفة في الأوساط العربية واليمنية أيضا. بقي أن أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. هذا أنور الأشول يحييكم وإلى اللقاء.